صباح الخير عليكم وصباح العافية، صباح لكل الناس اللي بتابعنا عبر صباح الشروق. وواحدة من فقراتنا مستهدفين فيها فئة الشباب، والشباب هم نحن بنقول هم المستقبل وهم الحاضر وهم اللي حيكونوا لقدام برعوا الدول وهم اللي بينهضوا بالأمم. لكن نحن دارين نشوف شبابنا السوداني وتحديدا شباب الجامعات مشاريعهم المختلفة اللي هم حابين ينفذوها، بيجيبوا مشاريع لكن ما لاقين جهات معينة ممكن يقدموا لها المشروع ده عشان ما يصل لبر الأمان أو يرى النور أو يستفيد منه السودان. وأيضا كمان اللي بيبحثوا عن المشاركات الخارجية، نحن اليوم حيكون ضيفنا ضيف شاب صغير، حنتكلم عن محاور معينة عن منظمة هي حديثة الولادة كانت من 2020، حنبحر عنها أكثر. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم بابيكر إبراهيم، مدير التنفيذي لمنظمة هالت برايز التعليمية. صباح الخير عليك. صباح الخير، تسلمي كثير، الله يديك العافية. شكرا لاستضافتكم. ابراهيم المدير التنفيذي دي كبير عليك شديد ولا اصلا الحاجات دي بقت شبابيه؟ زمان احنا بنعرف مدير تنفيذي ده زول كبير، صح؟ صح صح. عندنا نحن عندنا مدير تنفيذي دي كلمه كبيره، لكن في شركات انترناشونال على مستوى العالم لما بدا شباب صغار. يا سلام، عشان يعني زي فيسبوك، عشان كذا احنا لسه معولين عليكم. اي نحن بس شويه كذا، ان شاء الله باذن الله نكون العولة يعني. ان شاء الله. ابراهيم خلينا نتكلم عن هالت برايز التعليميه. وبدايتها كانت 200، وذات انتم بتعنوا بها شنو؟ طيب هيلث برايز بدايتها اصلا في 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 امريكا. هيلث برايز بدات 2010، كانت اصلا فكره حقت شباب مع بعض، قالوا يا اخي ليه نحن مشاكل العالم نحاول نصلحها بشنو؟ قعدوا مع بعض قالوا خلاص نحن نعمل مسابقه نخلي الناس دي كلها تخش معانا. فبدت في شباب على مستوى جامعه واحده، بعدها مشت لما تبدلت امريكا توسعت بقت على مستوى اقل 5000 جامعه على مستوى العالم. بقت شغاله في هيلث برايز، بتشتغل على اللاين بتاع اهداف التنميه المستدامه. يا سلام. الاس دي جيز دي اللاين العالمي شغال على المشاكل العالميه، من سوء التغذيه، من عدم المساواه، من حياتي. ونحن جزء منها المشاكل دي يعني. اكيد طبعا منها. احنا السودان كلها فيها. نعم. بس احنا بنحاول نصلح خطوه بتجي كده واحده واحده. طيب يا ابراهيم، بما انه انتم مستهدفين فئه الشباب ومستهدفين الحاجات اللي بتخص كل الناس عموما، لكن هم بيقوموا بها شباب، خلينا نشوف شنو من المشاريع اللي انتم بديتوا بها ذاته في المنظمه، وكيف تم اختيار السودان من قائمه الدول العالميه. طيب من المشاريع هي بتجي من المنظمه، بتجي كل سنه بيشوفوا مشكله معينه عالميه بتبدا عليها اساسيات الحل. نعم. المشكله اللي كانت السنه لما جت 2020 كانت المشكله عن التغذيه. شاف انه والله الاكل وسوء التغذيه في العالم منتشر، واللوست بتاع الاكل والحاجات دي، فبقت تدي الشباب مساحه انه يا اخي المسابقه، انه يا اخي انت تجيب فكره ابداعيه. نعم. اصلا ان انت تكون عندك بزنس، نحن بتاسسك المسابقه انه يا اخي انت تكون عندك بزنس بيحل المشكله دي. المشكله يعني ما انا عندي افكار، يعني لا. انا لو عندي فكره لكن ما عندي تمويل، ما عندي بزنس. التمويل نحن بتجيبه لك ذاته، هي بتديك مليون دولار كجائزه. اها تمام. انت نحن المسابقه نحن بنرتبط بندربك، نحن بندربك من الصفر، انت ما عندك علاقه بالبزنس، ما عندك علاقه باي شيء في البزنس، نحن بندربك من الاي تو زد. انت تكون زيرو، نحن بندربك بعدين اوريك تمشي 1 2 3. في منتورنج، في ناس كثيره بيجوا يدربوا معانا. نعم. ناس على مستوى مستشارين في البيزنس كونسل، في شركه جياد رياده الاعمال، في ناس كثيره بتدعم الحاجات دي. نعم. يعني بندرب على اساسها. طب كويس، التدريب ده عشان يتم، وعشان انا واحده من الشباب مثلا اللي عايزه انضم اليكم، كيف انه انا اعرف المنظمه دي هالت برايز دي مكانها وين، وعشان اقدم ليها كيف، ومنو من الفئه الشبابيه اللي انتم مستهدفينها؟ هل طلبه الجامعات فقط ولا اي شاب هو ممكن يكون خريج هو مستهدف؟ هيلث برايز في اغلب الجامعات في السودان هسه حاليا بدات تخش، في اغلب الجامعات بتلقى تخش فيها. احنا كجامعه السودان ممكن نخش، انه ممكن تكون معانا فيها، ما عندنا مشكله. من برا الجامعات كطالب عندك الرغبه، عندك الابداع، في طلبه كثيره من جامعات ثانيه يخشوا معانا، جامعه الخرطوم، جامعه كرري، جامعات كثيره. احنا بندربك. كيف دخلوا عليكم؟ لقوكم وين؟ هل انتم اونلاين موجودين؟ أيوة. ولا موجودين؟ احنا عندنا صفحات في الفيسبوك، عندنا في التليجرام، عندنا في التويتر، عندنا في اي منصه في بلاتفورم بتاعت ميديا احنا قاعدين فيها. جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا منصتنا قاعده افيلبل لاي زول يخش فيها. فيها كل الحاجات اللي احنا اشتغلناها، فيها كل التفاصيل، الاحداث بتطلع اول باول، حتى اخر حدث اللي هو كان احنا صفينا منها 15 تيم. يا سلام. عملنا فيها المنافسه، كان منافسه من 100 وحاجه فريق، صفيناهم ل 15 تيم. كان بروسيس بتاع التصفيات كثيره كده، استغرينا على 15 تيم. هسه حنديهم التدريب المكثف،
كان تصفيات جميلة جدا جدا يعني، في شباب كثيرين جو بطموحات عالية ومشاريع كبيرة جدا يعني. نحن محتاجين للمشاريع الكبيرة دي، محتاجين إنه نغير الشكل اللي عندنا بأحدث الحاجات وبأبسط الحاجات. أبسط حاجة إحنا عندنا الشمس، ومحتاجين للطاقة الشمسية. نحن إذا بقى مشروع كبير ناجح ممكن يغني السودان عن الكهرباء. لكن خلينا نشوف يا إبراهيم، بما إنه أنتم مشروع لمنظمة هيلث برايز التعليمية، هو مشروع كبير ومشروع تنمية مستدامة والأمم المتحدة هي دعمه كليا، كيف بتبدأ المسابقات عشان ما تصل، عشان ما أنا أصل للمليون دولار؟ مليون دولار. طيب، مسابقات هي بتبدأ كالآتي. أنت بتجي تخش كطالب، بتجي عن طيب انت عشان تاخذ اصلا تقبل منظمه ما بتخش ساي، انت بتخش ببروسيس كثيره، بترفع السي في حقك، انترفيوز، حاجات كثيره بيختاروا على اساسك انت تقبل، انت المسؤول عنها. ففي بروسيس معينه بعد ما انت تقبل المسؤول عنها بتسوي تيم تحتك، تيم كبير، التيم كبير بعدين احنا بنبدا ميديا، في سوشيال ميديا، في تدريب، في يعني هيلث برايز وراي في اكثر من 40 طالب معي كلهم في اقسام مختلفه، في اكثر من 6 اقسام. فنحن بنفتح بلاتفورم للشباب يخشوا في السوشيال ميديا بتاعتنا. مبدئيا كده نحن كانوا قدموا لنا اكثر من 500 طالب، دي بس داري يخشوا الورشه التعريفيه بتاعتنا. وبعديها في كان اقبال كبير جدا من الطلبه انه يخشوا. نحن في السوشيال ميديا بنعمل بلاتفورم في جوجل فورم بنقدم بها. أيوة. انت ما بتخش ساي، انت تخش في السوشيال ميديا بتاعتنا، بتخش انه والله انا فلان الفلاني عايز اخش معاكم، انا والله طالب في الحته الفلانيه، والله اسبابي 1 2 3، ايوه دي رغبتي انا. ما دارين منك انك انت كواليفاي في حته معينه او كده، مؤهل في حته معينه، لا انت بس تكون عندك الرغبه تبديها لنا. احنا قبلنا اي زول، حرفيا قبلنا اي بني ادم وهو عايز يخش قبلناه، بشرط انه بس يكون بياناته كاتبه بطريقه صحيحه وبطريقه مقبول. طيب ابراهيم، هيلث برايز مدت خطوات في انه انتم تكونوا من جيل اللي عندكم تجارب وتصلوا لمستويات مختلفه. وانا عرفت انه الزول اللي بيفوز تقريبا بيود واحده من الدول الافريقيه، بعد كده بيتدرج بيمشي وبيتعامل مع كل دول العالم، الناس المشاركين تحديدا. ايوه، انت من جامعتنا تمشي، نحن من جامعتنا بنطلع 3 ايام. نعم. حيمثلونا برا في اوروبا، حيمثلونا خير تمثيل ان شاء الله باذن الله، ونحن شغالين على اللاين ده ان شاء الله. بيمثلوا في المليون دولار اللي كانت شالوها السنه اللي فاتت، كانت شالوها في كينيا، في اوغندا. نحن من جامعتنا حيمثلوا ناس، حيمشوا في، حيمثلوا ناس من اوروبا، من اسيا، من افريقيا، من امريكا اللاتينيه وامريكا بكل فروع. في كل الحاجات دي حتنافس فيها. خلينا نعرف نحن ذاتنا المشاريع اللي انتم بتنافسوا عليها دي، شنو من المشاريع اللي انتم خدتينها كبلان عشان حاسين انها مهمه ممكن تنافسوا عليها؟ ممكن السنه دي اصلا جات هيلث برايز انه يا اخي استدامه الموضه، اللاين العنوان الكبير. نعم. جعل الموضه اكثر استدامه. اللاين ده بيدرج عليه تحت كميه من الافكار، كميه من الافكار. طبعا الماتيريال بتاعت التصنيع او تصنيع الملابس دي ثاني اعلى نسبه بتاعت بتاثر بطبقه الاوزون في العالم بعد البتروكيماويات. فدي مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا، اللي هو الجينز ده من اكثر الصناعات اللي بتضر بالبيئه، بطلون الجينز او كل الجينز بعموم. فبقت قالوا دارين حل للموضوع ده. نعم. فبقى الحل انه نحن المشاريع اللي عندنا كلها بقت تعمل ريسايكل للموضوع ده، سواء كان بكل البروسيس. هسه من المشاريع اللي عندنا مشاريع بتشيل الهدوم القديمه بدل ما تتحرق، بيقوموا بيسووا بها عازل حراري. اها، عازل حراري من عازل حراري الواحد بدل ما نحن نستورده من الهدوم القديمه. يعني احنا بنستورد، على فكره بنستورد العازل الحراري من برا، كله بنستورد، اي شيء بنستورد. فبدل الهدوم تتجدع في مكبات النفايات، في الحجوسي او في غيره، في غيره، في غيره، في ممكن تشال تسوى منها عازل حراري، ممكن تسوى منها حاجات كثير. يعني هسه 15 مشروع دي كلها عباره عن افكار زي اللي انا قلتها لك حاليا. يا سلام. ايوه، يعني انا بس تحفظا انه والله بس الملكيه الفكريه والحياه دي، لكن هم جابوا منها بروتوتايب نماذج واشتغلوا عليها، ونحن عندنا اشراف من بروف في النسيج والحاجات دي، يعني ما ساي. نعم. ففعلا في ناس عندهم ابداع، فيها افكار كثيره. بترفعوا الافكار دي كيف؟ يعني الجهه العليا اللي انتم منتمين لها مثلا، منظمه الامم المتحده مثلا تحديدا، او انتم بترفعوا المشاريع؟ نحن والله عندنا 1 2 3، هم بيختاروا لكم بيقول لكم اشتغلوا على المشروع الفلاني؟ لا. نحن بنرفع انه والله عندنا 3 مشاريع وعايزين الثلاثه. ايوه، يلا كيف بالكالاتي، بيقوم الـ3 مشاريع بيقوم بيتنافسوا برا. تمام. بيجوا بيعملوا لجنه بتقدم. بيقوم المشاريع بتقدم اونلاين، والله يا اخي احنا فكرتنا 1 2 3 4، والله يا اخي مثلا الباكت بلان بتاعتنا كده، الفاينانس بتاعتنا كده، الموديول بتاعتنا، السيجمنت بتاعتنا، التارجت كده، والله السوق ده منه نسبه كده. انت بتغني على الناس الحكام ديل، الحكام اقتنعوا
بيشيلوا كل المشاريع اللي عندك ما عندهم اي مشكله، يشيلوها بتمشي ستيج بعديها ثاني بفلتروا بيدربوك على مستوى اعلى سكيل اعلى في البزنس. يعني منظمه ميلي نحن بندرب الشباب انه يكون عندهم بزنس حقهم. ما بتتضارب الحاجات دي مع الشباب المشاركين عموما في المسابقه بما انهم هم مجموعات في سباق او تسابق بتاع منافسه؟ لا. ما بتتضارب، ما حصلت ضاربه المشاريع دي في انه مشروع يكون في السودان يكون زيه في اوغندا يكون مثلا زيه في امريكا؟ طيب انا اديك فكره، البزنس عموما عباره عن كوبي بيست. كوبي بيست بطريقه اجمل، يعني مثلا نفس فور النسخة. يعني فور اكزامبل يعني اوبر اوبر العالميه ترحال جات من كريم، كريم جات من اوبر، اوبر دي هم كلهم شبه بعض. ايوه كوبي بيست، انت بتجيبها بقالب معين، اللهم بتساعد اسيست رحال الليله. احنا نتكلم عن فوق ال 10 مليون دولار دي كشركه لليله تبيع. دي اعلان لهم يا ابراهيم على فكره، انا اسف يعني. لا والله يعني انا بما ان احنا نتكلم عن بزنس، انا بفتخر انه ناس وصلوا مبالغهم مثلا وصلت يعني بزنس كبار. يعني انا اتكلم عن شباب في اقل من 5 سنين او 6 سنين وصلت شركتهم انه تتنافس تقارن باسماء كبيره. صحيح. لا ارغامه. صحيح. فدي القصه كلها. طيب يعني المليون دولار دي الغيمه اللي بياخذها الانسان في المسابقه ايا كان من اي دوله، اذا اخذها من السودان هيشيل عشان ما يصمم بها المشروع اللي هو طرحه كفكره وجبلوها واتطورت ومشت ونجحت لقت رواج عشان ما يجي يحقق لنا على ارض الواقع؟ ايوه المشروع المليون دولار دي هي عباره عن جيفت بتديك لها المنظمه كهدي كانت تشتغل بها. ببروسيس معينه حيكون عندك منتور، حيكون ناس عندك بدوك لا مدري منك ولا نسبه ولا اي حاجه. نعم. بس انت تساعد بها. اصلا المشروع اللي انت حتجيبه ما حيساعد دولتك بس، انت حتساعد دول كميه في دي مشكله عالميه هي. فالمليون دولار دي حيدوك لها انك انت والله مثلا تاسس مصنع مثلا فور اكزامبل في السودان عن النفايات، بيقوم تستوردها تعمل لها ريسايكل وتبيع برا كمواد جديده. حيكون في اشراف للحاجات دي؟ يعني انت بما انه انت خلاص ضمنتها وطلعت الفايز وحتمشي تعمل المشروع، هل في جهات عليا بتكون متواصله معك؟ بيكون في متابعات؟ بيكون عارفين انه انت وصلت وين؟ هل نفذت المشروع زي ما في رقابات؟ في رقابات في المنظمة انه والله يا اخي انت اشتغلت كيف ما اشتغلت كيف. اصلا البروسيس بتاع التمويل ذاته في راوند اي راوند بي راوند سي، ما بيدوك المبلغ كده كف، بيدوك له حسب انت والله محتاجاتي الليله. انا داربني ارض تمام ودار اجيب دار اسس، لا بيدوك قدر التاسيس والارض باتش 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 كده، ما بيدوك الفند طوالي. اصلا الفند ما بيدوك له طوالي عشان انت ما حد ستيب باي ستيب يعني ستيب باي ستيب. نعم. لكن قروشك قاعده محفوظه. نعم. في المسابقه يبقى معناها حتشيلها بس شويه كيف توظفها صح حسب انت المحتاج له حاليا شنو. ما انت في النهايه طالب او في النهايه انت انسان يعني ما تقدر مال كبير، فمبلغ كبير محترم هو يعني. ابراهيم بما انه انت المدير التنفيذي وبما انه انت المقرر، المدير التنفيذي دي حاجه ما سهله. الشباب بتقول لهم شنو؟ كل الشباب اللي هم هسه حاليا بيسمعونا وبيتابعونا وعايزين يعرفوا هالت برايز التعليميه بتعمل شنو؟ هل عندها اعمار معينه؟ معلش انتوا عندكم برضه عمر معين ولا الاعمار دي مفتوحه؟ والله لا، نحن عندنا من بس تكون طالب في الجامعه. نحن عندنا من يعني لو رجعت ودرست عمرك 50 سنه ما عندك شارك. مشكله انت طالب في الجامعه، سواء كان بكالوريوس سواء كان ماستر سواء كان دكتوراه كلها انت انكلود الموضوع بتاعنا، حتى دبلوم اي جهه فيها الموضوع ده انت بتخش فيها. نعم. تتدرب بتسوي كل التجهيزات نحن بنجهزها لك. يا سلام. يبقى دي دعوه لكل الشباب. نعم. الحابين انهم يكون عندهم مشاريع ومشاريع ترى النور انهم يدخلوا صفحتكم، يا ريت تقول لهم الصفحه تاني عن طريق الوسائط عشان ما يقدروا يسهل لهم عمليه المشاركه. جدا. في صفحتنا هيلث برايز جامعه السودان منظمه هيلث برايز، بيلقوها بالعربي او الانجليزي الاثنين. نعم. بيكون اللاينات الاثنين قاعدات ممكن تشوفهم مكتوبه بالاثنين عربي وانجليزي. هسه افيلبل بتكون فيها هسه الحاجات دي كلها نازله حاليا. ممكن الناس تخش تتواصل معانا. في وكان في حاجه بس بسيطه كان بتمنى انه ناس يعني في جهات كثيره ممكن تشوف الطلبه ديل ممكن يشتغل معاهم يعني بدل الدعومات اللي بتجي في حتات. يعني انا بتالم الصراحه يعني بتالم انه والله يا اخي الدعم بيجي في مثلا في حفله يجي في حاجات اي نعم الشباب ما بيستفيدوا منها او يعني الدوله ذاتها ما بتستفيد. أيوة والله منها. يعني انا متالم جدا انه والله يا اخي جينا نظرا عن الاسماء هل عايز اقول لك مشاركات ذكيه مع الشركات في انكم تمشوا تطرحوا لهم الفكره في انه نحن حنطور وحندعم الشباب وحنعمل اضافه لتشغيل شبابي وحاجات زي دي؟ الالم وين؟ الالم نحن مشينا لكن الالم وين؟ الالم انه نجي للشركه والله يا اخي نحن بدنا ندرب الشباب، نحن نجهزهم انه يعملوا الحاجه الفلانيه. ساعدونا بس بحاجات بسيطه. ما دارين منك فلوس، ما دارين منك اي قروش، نحن بس يا اخي والله عندك قاع، عندك تدريب، عندك كوفي بريك،
وتفر الحاجه اللي انت بتساعد بها ما عندنا مشكله. يا سلام. اتكلمنا انه والله يا اخي نفس الشركه شنلا من القصص الطريفه. شنلا شركه طبعا عندنا تيم بتاع بي ار ده العلاقات العامه فمش لشركه دينا المصطدمين دايما دينا المصطدمين دينا المتالمين يعني. نعم. فقال لهم ما في تمويل والميزانيه قافله نهايه سنه وكذا وكذا. قلنا لهم خلاص تمام بعد ثلاثة اسابيع بدايه السنه لكن حلو ايه لانه بدايه الاسبوع بعد ثلاثة اسابيع نلقاهم لك والله رايحين لين حفله في جامعه الفلانيه يا اخي نحن ما كان اولى يا جماعه يعني في جد يعني انا ما عندي مشكله في عشان كذا نحن محتاجين يا ابراهيم كالشباب او كسودان انه نقيف مع بعض وندعم الشباب وندي الافكار الشبابيه حقه عشان ما ينتجوا لنا منتوج نحن نشوفه يكون سوداننا مختلف بشبابه يعني. ما هو صح كلامي جدا يعني صراحه العالم بيتطور بشبابه يعني مثلا فور اكزامبل كوريا او اليابان دي بقت انترناشونال كيف بالهيومن بينج بالبشر يعني ما عندها لا بترول لا عندها سمك ما عندها غير كده فبس بالافكار بالتدريب الشباب بتاع بنوها سبقت من كوكب اليابان. خلينا نغري الشباب ونوريهم انه مليون دولار هي ما حاجه هينه وممكن انت تكسبها وممكن غيرك يكسبها من ابنائنا السودانيين ومن شبابنا بس اذا تابعتوا هالت برايز التعليميه في انها تمشي معاكم في خطوات ثابته وفي انه تكونوا تيم ويرك مع بعض يقدر يشتغل بصوره صحيحه عشان ما تصلوا للمطاف العالمي واستفيد منكم العالم كله ما السودان بس. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. ابراهيم قبل ما نختم معك اقدر اعرف انت لابس لنا تاكس كده ورينا ده التاكس بتاعكم يا سلام الفورمال بتاعنا اللي هو انت الفورمال بتاعك انت بتكون تاج بتوري الايدنتيتي بتاعتك هويتك انت شنو في المنظمه او تفصيلك لانه في تدرج هرمي. عندكم مقر معين ممكن الزول يجيكم فيه ولا انتوا بس اونلاين؟ لا هسه حاليا في الفتره دي نحن شغالين اونلاين شغالين في الجامعه اللي هي جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا لكن والله استضافه كريمه من مركزيات رياده الاعمال والله عاملين استضافه في التدريب وكذا جزاهم الله خير يعني شغالين فيه كرعايه معانا فنحن افيلبل هناك طوالي برضو قاعدين في مركز جادرة الاعمال في بري نعم وقاعدين في جامعه السودان في كل مجمعاتها كان وصلت لاي مجمع نحن قاعدين اذا عندك مجمع. اي افكار انت شاب سوداني عايز تقدم عايز يكون عندك طموح عايز تكون في المقدمه تصل للقيمه الماليه المليون دولار من منظمه من الامم المتحده تحديدا فما عليك الا تكتب على الفيسبوك صح؟ هالت برايس على الفيسبوك وحتلقى نفسك انت مضاف وحتلقى استجابه جامعه السودان ايوه كبيره جدا منكم ايوه ان شاء الله حتجيبوا طوالي ولا بتقعدوا في انه ما بنقبل اي زول لازم لا والله احنا بنقبل احنا فعليا بنقبل يعني فعليا هسه معانا ناس من جامعات ثانيه يا سلام الموضوع انه بس تكون طالب بس دي مشكلتنا احنا حاليا لكن القالب ده حنغيره ان شاء الله لان احنا نبقى لقدام في طلبه ناس تخرجوا لكن عندهم افكار ومشاريع وعايزين يعملوا لكن ما لاقيين رعايه وجهات معينه هسه احنا عشان المشكله دي احنا هسه عملناها على قالب انه احنا حنسوي هسه شغالين في ميل لحاجه معينه انه والله احنا حنسوي مسابقه زيها في السودان يا سلام شغالين على اللاين ده كشباب وفعلا هسه بدينا فيها الستيب الاول ماشيين فيها كمنظمه انترناشونال شغالين عليها في السودان طلبه سودانيين مؤسسينها احنا ومعايا شباب ثانيين انه والله حتستضيف نعمل مسابقه كبيره مسابقات حاجات نستضيف الناس دي تكون مين اللي انت خريج ما خريج انت ربة منزل في البيت انت بيت ما خريجه اي حاجه كل الناس تخش في الموضوع بس اللهم عندك الحماس يا سلام نحن بنحيي حماسك وبنحيي وجودك معنا الصباحي وبنحيي جيتك وكونك تكون مدير تنفيذي صغير دي حاجه مشرفه للشباب وحاجه داعمه للشباب رساله اخيره بتقول لهم والله يا اخي رساله اخيره انه والله يا طموح جميل والسودان فيه والله فيه امكانيات فيه قروش صراحه نعم صراحه فيه الامكانيات وفيه القروش وفيه بس انت كيف تربي نفسك صح كيف تمكن نفسك انا على ذكري كده شفت لي مسؤول عن ميديا على منظمه انترناشونال عمره 18 سنه يا سلام ده حفزك اكثر ابراهيم يعني مش شايف نفسي كبير يعني بالنسبه للمستوى بتاع شكرا لوجودك وشكرا لمنظمه هالت برايز التعليميه وشكرا ابراهيم بابكر ابراهيم هو المدير التنفيذي